ايه يا اختي، اليوم جبت لك حل نهائي للكلف والتصبغات. عرفتك تعقدتي من الكلف من التصبغات، من اليوم غادي يولي الوجه ديالك منور باللارا. بزاف منكم كتعاني من الكلف، التصبغات، الكلف ديال الولاده او الكلف ديال منع الحمل، سح الجمل، اثار ديال الحبوب. الماسك ديالك اليوم غيرجع لك النضاره وتبييض البشره وغيحيد لك الكلف والتصبغات، والنتيجه قدامكم. ومرحبا بكم عندي وخليكم معايا. اهلا الغزالات ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ومرحبا بكم والف مرحبا، ومرحبا بالبنات اللي صحوا جداد في القناه. بوسه كبيره ليكم، وشكرا بزاف على التعليقات اللي كتخليو في حقي، كتجربوا وصفاتي وكترجعوا كتخليو التعليقات زوينه. ولا كنتي انت اول مره كتشوفيني، اختاري اي فيديو عندي في القناه، دخلي وشوفي الناس اشنو كتقول في الوصفات اللي كنعطي. الحمد لله، اللهم لك الحمد، تعرفت بصاحبه الوصفات الصادقه والامنه. ممغزلات ديالي، بالنسبه للوصفه ديال اليوم، وصفه الكلف، البنات او السيدات اللي كيعانيوا من الكلف، التصبغات، اثار ديال الحبوب، البقع الداكنه، اللون ديال البشره ديالتك ما موحدش، الوصفه ديال اليوم غزاله. باش نكون صريحه معكم، بحال ديما هاد الوصفه هذه ماشي ديالتي، وصفه ديال واحد السيده بارطاجاتها معايا. الوجه ديالها كان كله كلف، وفضل هاد الوصفه طبعا وفضل الله سبحانه وتعالى، وهاد الوصفه ما بقاش فيها الكلف نهائيا. غير هي هاد الوصفه كتبغي المداومه، وكيف كتعرفوا الكلف راه كيبغي المداومه، راه ماشي سحر، راه وصفه طبيعيه، غير هي خاصك تداومي عليها باش ان شاء الله الوجه ديالك يولي مرايه صافي، خالي من البقع، من العيوب، ما فيه حتى شي حاجه. وبالنسبه للوصفه، ملي غتبداي ديريها، الكلف الوسط ديالو غيبدا يبان بحال البقع بايضين، كتفرتت دوك التصبغات في البشره، ومره على مره كتبدا تحيدهم حتى ما كيبقاش الكلف نهائيا في وجهك. مغزلات ديالي، وخليكم معايا نهايه الفيديو، عندي مفاجاه زوينه ليكم. كيف كتعرفوني كنجيب لكم غير الحاجه الزوينه، خليكم معايا، تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. وباش تكون الامانه والمصداقيه، غنجرب الوصفه على بشرتي، لاني انا خبيره في هذا المجال، وهاد المكونات كلهم اللي عطاتني السيده خطيرين في تبييض البشره وازاله التصبغات والبقع الداكنه، زوينين بزاف. وهاد الوصفه هذه خطيره للكلف، خصوصا للكلف السيدات اللي كيعانيوا من الكلف. خليكم معايا ومرحبا بكم عندي. المهم الغزالات ديالي، اول حاجه غنذوبها وهي المقشر، وكيف كتعرفوا ضروري من تقشير البشره، واخا غير جوج مرات في الاسبوع، باش هكا كتحفزوا انتاج الكولاجين، وفي نفس الوقت كتحيدوا الخلايا الجلد الميته والاوساخ الاتربه، باش ملي كديروا شي مقشر كينجح معاكم. كناخذوا واحد البطاطا كتخليها بالقشره ديالتها، غير كتغسليها مزيان صافي، وكتحكيها في الحكاكه الرائعه وكتصفيها. ولا ما عندكش صفايه، عصرها غير بايدك حتى كتاخذي الماء ديال البطاطا. حنا بغينا الماء ديال البطاطا هو اللي غنستخدم في الماسك وفي المقشر. صافي الغزالات ديالي، كيف كتعرفوا الماء ديال البطاطا راه كيفتح البشره، كيوحد اللون، كيحيد البقع الداكنه، الهالات السوداء غنيه بمضادات الاكسده اللي كتمنع التجاعيد والخطوط الضائعه، وكتحيد حتى اثار ديال الحبوب، وكتفتح وكتبيض البشره. المهم الغزالات ديالي، غنخليو على جنب، وغناخذ واحد زلافه غنديروا فيها معلقه كبيره ديال القهوه مطحونه، ومعلقه صغيره ديال السكر حبيبات، وغتاخذي معلقه صغيره ديال زيت الزيتون. صافي غنخلطوهم بداك الماء ديال البطاطا، غتاخدي من واحد جوج معالق كبار. وكيف كتعرفوا ان القهوه كتحيد الجلد الميت، ماشي القهوه الناس سريعه الذوبان، وانما القهوه العاديه المطحونه كتحيد الجلد الميت، الاوساخ، كتقشر الجلد، كتعالج التصبغات الجلديه، كتدور الدوره الدمويه، وكتحفز انتاج الكولاجين. هادشي علاش كنقول لكم ضروري من التقشير، مهم ومفيد للبشره، واخا غيكون غير جوج مرات في الاسبوع، باش هكا كتحفزي انتاج الكولاجين في البشره اللي كيأخر التجاعيد. المهم الغزالات ديالي، كيولي القوام ديالو على هاد الشكل، كطبقي على البشره ديالتك. وكنت انا اي مؤشر البنات كنقول لكم خليوه ما بين 5 حتى 7 دقائق، باش كتستافدوا من دوك المكونات اللي درتو في المؤشر، ما كنعتبروش كمؤشر ماسك ومؤشر. صافي الغزالات ديالي، كتقشر البشره ديالتك وكتغسليه. وبالنسبه للماسك البنات، غتاخدي على الراس صوص مطحون، خدي اختي جوج درهم من عند العطار، راه كيعطيك تبارك الله ما شاء الله، كيعطيك واحد تقريبا واحد الكاس مطحون ديال على الراس صوص. عرق السوس راه زوين بزاف بزاف، دخلوا اختي وبحثوا عليه، راه كيبيض، كيفتح، كيخلصك من صبغه الميلانين اللي في البشره، اللي كتولي على كلف، كيقضي على اثار ديال الحبوب، كيوحد لك اللون، كيحيي التصبغات، كيعطيك بياض للبشره. عرق السوس من المكونات الطبيعيه الغنيه بمضادات الاكسده، اللي مفيده بزاف للبشره في محاربه الكلف، التصبغات، اثار حروق الشمس، كيقلل هرمون المسؤول على افرازات صبغه الميلانين في البشره. وغضيف على معلقه صغيره ديال الحليب مجفف، وربع ملعقه ديال التنيله الزرقاء، راه كتفتح حتى هي وكتبيض،
كتحيد اثر ديال الشمس، كتحيد ترهلات ديال الجلد، الكلف، كتوحد اللون، كتخلصك من التصبغات. وتبارك الله ما شاء الله الصحراويات عندنا في المغرب كيف دايرين كيشعشعوا باش بالنيله الزرعاء. بشرتك الا كانت تحتها حرشه وكتحسي بها حرشه وناشفه، النيله راه كترطبها، راه غزاله البنات النيله. صافي غزاله ديالي غنضيف عليها معلقه ديال زيت الزيتون اللي كينظف المسام، تيرطب البشره، فيه بزاف ديال الفيتامينات اللي مهمه لصحه البشره. وغناخذ داك ديال البطاطا وغتحاولي تحركيه لان النشا كتهبط لتحت، حاولي تحركيه باش كتاخذي كل شيء. الماء ديال البطاطا راه زوين، وهذا الماسك هذا اقسم لكم بالله البنات السيده وجهها كان عامر بالكلف، وده قالت لي راني درتو غير مده شهر تبارك الله ما شاء الله البشره ديال تنور. قالت لي في الاول كيبدا الكلف هكا كيبدا يتفرتت، كيبدا هذيك البقع اللي كتكون مارو في الوجه كتولي يبان وسط منها بقع بيضين، وكيبدا بشويه بشويه حتى كيتحيد. اقسم لكم بالله الى خطير هذا الماسك، والمكونات كلها بحثت عليها، وعلى الرأس الصوص راني كديجا شاركته معكم في واحد الماسك ديال الكلف، وفعلا البنات راه مزوين لانه كيعاد واحد الهرمون اللي مسؤول على افراز صبغه الميلانين في البشره. صافي الغزاله ديالي من بعد ما كتحركيه كتخليه تقريبا واحد 5 دقائق حتى المكونات كلها كتخلص مع بعضياتها وكيطلعوا. شوفوا اللون ديالو كيفاش تبدل، خليه واحد 5 دقائق على سطح العمل غير في الكوزينه ديالتك، غير 5 دقائق غيبان لك اللون ديالو تبدل. وديري حتى تحت عينيك لان الماء ديال البطاطا كيحيد الهالات السوداء وزوين التجاعيد، رائع بزاف بزاف هذا الماسك. ديريه 3 مرات في الاسبوع، والمقشر ديريه غير 2 مرات فهي كافيه. في الاول كيف قلت لكم غتشوفوا البشره ديالتكم بدات كتفتح، الكلف بدا كيتحيد. ما تحبسيش اختي، ما تحبسيش، راه الكلف هذا راه ما كنقولش لك ماسك اللي غيبيضك في ساعه غنقول لك تبيض في الحين، لا اختي هذا راه الكلف يعني خاصك تداومي عليه، وان شاء الله باذن الله غتلقاي واحد النتيجه زوينه وغترجعي تشكريني وترحمي ليا الوالدين. وبالنسبه للبنات اللي عندهم دوك البقع البنيه في اليدين ديالهم، حتى هذا الماسك هذا كيصلح لهم الا عندك البقع، عندك التصبغات ديال الشمس. انا راه ضروري الماسك اللي درتو على وجهي كنطبقو حتى على ايديا، وكطبقيه حتى على الرقبه ديالتك باش هكا ما كيبقاش الفرق ما بين الوجه ديالك وايديك. صافي الغزاله ديالي كتخلي ما بين 20 حتى 25 دقيقه، ما تخليوش الماسك حتى ينشف تماما، صافي وكتحيديه. راه واحد النضاره كيعطيك في البشره، هانتي شوفي قدامك وقدام عينيك. والحمد لله اللهم لك الحمد، كنشارك معكم وصفات ناجحه وبشهادتكم نتوما اللي كتجربوا وصفاتي وكترجعوا تشكروني. واي حاجه كنطبقها قدامكم على وجهي وراه كنطلع لكم بوجهي، راه ماشي كنخلط لكم الوصفه وكنقول لكم سيروا ديروها. الحمد لله انا صادقه معاكم وصادقه مع نفسي وصادقه مع ربي، وكنعطيكم اي حاجه زوينه. شوفوا بقدامكم ها نتوما ما كاين حتى شي حاجه، وما كاين لا فلتر لا حتى شي حاجه، وما كاين لا فراج ولا والو. ها نتوما كنمسح قدامكم هذيك النضاره كلها بسبب الماسك البنات، رجعت واحد البيوضه غزاله في وجهي. المهم غزاله ديالي، وبالنسبه للترطيب ضروري كتاخذي زيت السمسم مخلط مع زيت اللوز الحلو، سيري عند العطار طحني شويه اللوز مع شويه زنجلان في ديك الماكينه البارده ويديرهم لك في قرعه، وبقاي ترطبي بهم وجهك في الليل، كيحيد التصبغات، كيعطيك الترطيب، البقع الداكنه، الكلف، خطير خطير هاد الزيت هذا، ما يخطاكمش البنات. حتى انت يا اختي ديريه للبشره ديالتك وغترجعي تشكريني وترحمي ليا الوالدين، وخليكي معايا المفاجاه اللي دايره لك اليوم. ماما غزاله ديالي كنتمنى منكم تداوموا على الوصفه، ديروها 3 مرات في الاسبوع وغتشوفوا البقعه ديال التصبغات اولا ديال الكلف بداو فيها بقع بيضين، كتبدا تفرتت داك التصبغات كيبدا يتفرتت. المهم غزاله ديالي غنبارطاجي معكم واحد السيده اللي استاذه في الميكروبليدين، بغيتي تقراي الميكروبليدين اولا ميكروشيدين اللي كيجي شعره في الحواجب، اللي كيديروه دابا الطاطو المؤقت الكلاصاج ديال الفم. المهم هاد السيده استاذه في هذا المجال هذا، وفي نفس الوقت راه كتخدم حتى هي بنات سلا الرباط حنيطره تماره، مرحبا بكم، تواصلوا معاها، عندها اثمنه مناسبه، واهم من هادشي عندها البرودوي البيغمون باش كتخدم، البيغمون خطير البنات ما تخافوش منه نهائيا. والسيده دارسه المجال ديالها تبارك الله عليها، وعندها في ايديها الحرفه وكتعلمكم كل شيء، عندها بزاف د الحوايج، عندها بيرمانون شفران بيرمانون، عندها الليدلينغ ديال البشره، الكلاصاج، ميكروشيدين، ميكروبليدين. المهم تواصلوا معها، عندها اثمنه جد مناسبه، سواء بغيتي تقراي وتخدمي في هذا المجال وديري صنعه حتى انت في ايديك تاكلي طاف ديال الخبز، سواء بغيتي انت تزيني لراسك وتصاوبي هذا الشيء لراسك، ما غتلقايش احسن من هذه السيده هذه. ها انتم شوفوا الفيديو ديال الخدمه ديالتها تبارك الله ما شاء الله، كدير داك الشيء طبيعي ناتشيغال، كيبان لك الحجم طبيعي، وفي نفس الوقت البرودوي هو اهم حاجه، البرودوي عندها البيغمون خطيره البنات.
كنجيب البيغمون من ميريكان على ضمانتي. وكيف كتعرفوني انا مستحيل انني نشارك معكم شي حاجه غير هكا. كتعرفوني انا ما كنديرش الاشهارات، وانما ملي كنلقى شي حاجه بحال هكا اللي غتستافدوا منها وتفيدكم كنبارطاجيها معكم. المهم غزاله ديالي، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده. ومع السلامه وبوسه كبيره.